خلينا نبتدي في موضوعنا النهاردة، وهو أكاديمية ملتقى الدارين. أكاديمية ملتقى الدارين أو التعليم عن بعد الحقيقة ليها أنشطة كتير، وأثبتت إحنا تابعناهم من خلال حلقة أو اتنين، أثبتوا إنهم مجموعة من الشباب عندهم قد إيه حماس، قد إيه إرادة، والجميل إن فيهم متطوعين، ومعانا النهاردة من المتطوعين في الوقت اللي إحنا فيه وفي ظل الأحداث السياسية اللي البلد بتمر بيها. لما لاقي متطوعين إنهم يشتغلوا، أظن دي حاجة تحتاج إن إحنا نقف عندها ونبص لهم ونسألهم ونعرف المزيد والمزيد من التفاصيل عن أكاديمية ملتقى الدارين. تعالوا بينا الأول نرحب بضيوفنا الفتيات الشابات الجميلات والمتطوعات، دعاء حسنين منسق التسجيل والإخراج في ملتقى الدارين. أهلا بك يا دعاء. أهلا بك. ومعانا المتطوعة أريج مجدي محمد. مظبوط، حضرتك تمام. أهلا بيك يا أريج وأهلا بيكو. وعايزاكي كمنسقة قولي لي، قبل ما تكوني منسقة، كيف تم انضمامك للأكاديمية؟ أنا عارفة إن الأكاديمية قام بيها أو فكرتها فرد واحد بس، وهو كان أستاذ إبراهيم نصر. بالظبط، هو إحنا التقينا بيه أكتر من مرة وهو شرح لنا الفكرة، لكن أنا دايماً لما بيكون معايا حد لأول مرة يعني بيطلع معانا هنا على الشاشة بقول له عرفت بالموضوع إزاي وانضميت إزاي؟ هو كان الموضوع من بداية من السنة اللي فاتت بعد ما نشأت الأكاديمية بحوالي 4 شهور، حد من صحابي لقيته ناشر فيديو للأكاديمية فشفته فعجبني، فقلت طيب أنا هتطوع معاهم. دخلت صفحة الفيسبوك لقيت استمارات تطوع، فمليت استمارة التطوع وقررت إن أنا أكون جوه فريق التسجيل. دخلت جوه فريق التسجيل واشتغلت، وشوية بشوية الموضوع ابتدى يتطور، اللي هو شوية ماسكة فريق شوية مش عارفة إيه، يعني في تدرج يعني في المستوى جوه الأكاديمية. كل ده عن بعد، يعني ما رحتيش للمقر بتاعهم؟ ما ليهم مقر في القاهرة وكانوا بيحاولوا يعملوا نقابة، يعني كان في لا متطلبات معينة وحاجات عايزين أيوة، احنا يعملوها. لينا مقر للجمعية الخيرية ذات نفسها بتاعت الدارين في اسكندرية، بس احنا ملناش مقر على أرض الواقع، لكن شغلنا المقر كله من في خلالنا. الجمعية الخيرية في بالظبط اسكندرية. بالظبط. في فرع في القاهرة أظن؟ لا لا، ما فيش فرع في القاهرة، أنا الأمر اختلط عليا. طيب خلينا نقول دورك إيه كمنسقة؟ هو يعني انا إيه الدور اللي بتقومي بيه؟ ووصلتي له إزاي؟ هو وصلت له ان كان في قبلها استاذ علي واستاذه رمياء، هم كانوا ماسكين فريق، فشويه بشويه حصل ظروف عند كل واحد منهم فخرج من الفريق لفتره، فابتدوا طيب مين اللي يمسك مين مش عارفه ايه، فلحد ما الامر وصل لي يعني وبقيت انا المسؤوله عنه. الفريق مسؤول عن انه بيسجل المحاضرات الاونلاين بتاعه الاكاديميه ككل، وبيبتدي يرفعها بعد كده على روابط ميديا فاير، ومن روابط الميديا فاير بنرفعها على قناه اليوتيوب، بحيث ان الماده العلميه تبقى متوفره لاي حد في اي وقت، يعني لو ما قدرش يحضر اونلاين يلاقيها مسجله. طيب انت مشرفة او منسقة الاخراج، تسجيل والاخراج. التسجيل والاخراج، درسة او اتعلمتي ازاي؟ يعني دي حاجة مش سهلة، لا هو انا دارسه، انت كده بتسجلي وبتمنتجي ممكن، ولا المونتاج قسم تاني لوحده بالنسبة لكم؟ بصي هو احنا بنعمل يعني الشباب عندنا بيعملوا كل ده في وقت واحد، يعني هم بيسجلوا المحاضره حوالي ساعتين، بعد ساعتين بيبتدوا بيسجلوا المحاضرة وهي لايف. وهي لايف، بعد ساعتين بيبدأ يشتغل عليها مونتاج ببرنامج، بيشتغل على البرنامج ويبتدي يمنتج، بيشيل الاجزاء اللي هي مثلا كان مثلا في وقت صلاه، فالمحاضر ادى بريك في وقت الصلاه دوت، فالشاب بيجي بعد المحاضره بيروح قاطع الجزء ده لحد ما نوصل لان الماده العلميه كامله موجوده عند الطالب اللي هيجي يشوفها بعد كده بس. فهو ده اللي احنا بنعمله كمونتاج، يعني مش شغل كبير، مونتاج زي ما انت لا، ما هو متخيل. ماشي، ان انا اقطع او اشيل جزء صوت وصوره، ده بيعتبر برضو من في نفس فكره المونتاج، مع اختلاف الاجهزه واختلاف الامكانيات، لان انتوا بتعملوا ده وكل واحد في حته لوحده. اكيد هو كان في اساتذه بيدربونا، كان استاذ علي عياط واستاذ مصطفى قطر، كانوا استاذ علي كان بيعمل ورش تدريب على طول اول باول، بحيث ان المتطوعين لما يجي يدخل يبقى عارف ازاي هيسجل وكده، وكمان بعديه استاذ مصطفى، وبكمل دلوقتي ومعايا طارق رحمه، وفي شباب تانيين ابو بكر ويسرى وجمانه وناس كتير قوي دلوقتي بتدرب يعني. طيب هنرجع تاني نعرف بقية الفريق والوقت اللي بيستغرقه ده منك قد ايه، لكن بعد ما اعرف اريش متطوع من امتى. أنا متطوعة من تقريبا 4 شهور. كان عندي فكرة عن الأكاديمية من ساعة ما بدأت، بس ظروف الفكرة جات لك منين؟ او عرفتيها ازاي؟ يعني انا عرفت الفكرة دي يعني الحقيقة من البرنامج، لما لقيت الضيوف عندي بيحكوني ايه ملتقى الدارين. كان في إعلان عن الأكاديمية فدخلت شفت اتفرجت، تطوعت في أول ما ابتدت الأكاديمية،
حصل ظروف كده فسبت الأكاديمية شوية، رجعت تاني من 4 شهور تقريبا أو كل ده 5. اتصالاتك بيهم من خلال النت او من خلال الكمبيوتر؟ قلنا يعني على النت بس، مش فيس تو فيس. يعني النهاردة أنا أول مرة أشوف دعاء، يعني بجد؟ أرام انا دايما على فكره لما بيجي لي ضيوف من عندكم بيتعرفوا على بعض عندنا هنا، تمام يعني انتوا كل العلاقات من خلال الكمبيوتر، من خلال الإنترنت بس، ما ما يعني بتشوفوش بعض. لا طب ولا بتلتقوا حتى في الجمعيه؟ ما لا هو يعني الاعضاء او المتطوعين ما بيلتقوش حتى في الجمعيه؟ لا ما حصلش ما يعني حصلش. انتوا ما. اتعرفتوا على بعض هنا؟ تمام النهارده مش اول مره على فكره انا ملاحظه الموضوع ده. بس فقررت ان انا كنت اصلا داخله يعني بعد يعني في الفتره ال4 شهور دي اللي فاتت كنت داخله اخد كورس سي شارب. بعدين لقيت انه لا انا عندي وقت ان انا اتطوع، طب ليه لا، يعني ليه، يعني حاجه كويسه يعني ومفيده. فدخلت مليت الاستماره بتاعت التطوع وبس. طيب مليتي الاستمارة بتاعة التطوع ده قبلوكي على طول أولا؟ تمام كده. بيقبلوا اقل من المتطوعين؟ 48 ساعه، اقل من 48 ساعه عملوا لك بيقبل. موافقة على الطلب؟ تمام. طب عملك ايه كمتطوعة؟ انا في الدعم الفني اللي هو الدعم الفني وخدمة العملاء؟ لا هو ده حاجة شبه كده ان يعني دي احنا جملة شهيرة، دي رسائل مسجلة بنسمعها لما نتصل بأي حاجة في جمهورية مصر العربية، خدمة الدعم الفني. و تمام. الدعم الفني هو بيبقى مع الطلبة في المحاضرة، محتاجين أي حاجة ببقى على التواصل مع الطلبة ومع المحاضر، يعني لو حصلت مشكلة عند المحاضر في وقت المحاضرة نفسها. يعني انت دلوقتي وقت المحاضرة، اشرحي لي بشكل عام، انت وقت المحاضرة دلوقتي عندنا محاضرة الساعة وليكن الساعة 5، تمام انت بتبقي فاتحة اونلاين تمام سامعة المحاضرة تمام بس مش شايفة الطلبة طبعا، لا ولا شايفة الطلبة ولا شايفة ولا المحاضر. طب سامعاها صوت صوت فقط، صوت، ولو في مادة علمية مقدمة من المحاضر بتبقى باينة بتبقي عندنا على شايفة. الشاشة طب كلنا. ايه نوعية المشكلة اللي هتشعري بيها وانت مش شايفانه؟ لا أحيانا بيبقى في مشكلة مثلا في الصوت عند الطلبة، أو الصوت عند المحاضر مثلا مش موجود والطلبة مش سامعين، فأنا ببقى على تواصل أحل المشكلة عند الطالب وعند المحاضر نفسه. الشير يعني المادة العلمية مش واضحة، مش واضحة خالص، يعني مش باينة عند الطلبة. مش باينة كصورة؟ كصورة، وأحيانا المشكلة بتبقى كصورة وبس، ده قليل بيحصل يعني، بس خصوصا في المحاضرات الأعداد كبيرة يعني هي اللي بتبقى فيها العدد بيبان معاكي الاونلاين، أكيد مين طبعا. الاونلاين في المحاضرة؟ بيبان بس فأنا بقى أقول للمحاضر لا الشير مش باين، أو المادة العلمية بتاعت حضرتك مش باينة. بس هو ده بالنسبة للدعم الفني. بالإضافة إني متطوعة في فريق التسويق برضو أكيد على النت. و دورك ايه كمتطوعة في فريق التسويق؟ يعني قولي لي بتقومي بإيه؟ بيبقى فيه مثلا صفحات على الفيسبوك، صفحات مثلا علمية على حسب الحاجة اللي أنا عايزة أسوق لها. لو عايزة مثلا أسوق محاضرة أو حاجة لفريق التنمية البشرية أو لمعهد التنمية البشرية في الأكاديمية، بشوف الصفحات المهتمة بالجانب ده، أتواصل مع أصحاب الصفحات دي أو أبين لهم فكرتنا، يقبلوا بقى إن إحنا نعمل إعلان، ما يقبلوش على حسب الصفحة وفكر أو سياسة صاحب الصفحة دي، يعني فكره إيه، يقبل حاجة زي دي. بس الإعلان شرط إن الإعلان يبقى فور فري، مجاني يعني، ما يبقاش في طيب أي انت حاجة مادية. كمتطوعة في البداية يا ريش، عايزة اعرف يعني مين اللي علمك دورك لما انتوا لا تقابلتوا ولا في مقر ولا في علاقات ما بينكم زي ما انا شايفة غير من خلال الكمبيوتر بس، عشان دي انا حاسة انها مسألة صعبة شوية على المشاهد ان هو يستوعبها. لما انتوا مفيش اي صلات كده خالص، طيب يعني مين اللي علمك الدور المنوط ليكي انك تقومي بيه؟ وبيبقى فيه مدربين، يعني مثلا انا دربتني استاذه زهراء و دربتك برضو في بالكمبيوتر؟ غرفه برضه في محاضره، تعتبر محاضره تدريبيه مثلا الدعم الفني، محاضره تدريبيه لفريق التسويق. بتبقى صوت وصورة ولا لا صوت صوت بس فقط؟ وصوره برضه اللي هي الماده العلميه ايا كانت ايه، بس مش صوره عرفتك المحاضر دورك؟ يعني. عرفتني دوري ايه المطلوب مني اعمله. بيبقى في فترة تدريب يعني معينة مثلا أسبوع أو 2، والله أوكي خلاص أنا تمام، بنضم للفريق. لو مش تمام بيعيدوا تاني التدريب، مش مثلا لا ما خلاص. بيقاسوش ما شاء الله الجماعة دول ما أيوه بيقاسوش، بالظبط أنا كده. ملاحظة كده مش عايزة أحسدهم يعني.
بس فبيعيدوا تدريب تاني، بيوروني أخطائي فين، أنا غلطت فين، أو إيه المشكلة اللي عندي بس. وهم فبيحاولوا يعني يصلحوا من أخطائي بحيث إن أنا مغلطهاش تاني. بس طيب عايزه اقول الوقت ده بياخد منك وقت قد ايه؟ يعني انا شايفه ان دي انت معتبراها وظيفه، بصي، هي ولا دي حاجه هوايه كده انت بتشغلي بيها وقتك مثلا؟ ولا هواية ولا وظيفة، هو طيب كل واحد فينا نعتبرها ايه؟ كل واحد فينا بصي، انت لما يكون عندك حلم او هدف وعايزة توصلي له، فانت لقيتي ناس متجمعة على نفس الحاجة، فاصبح انتوا كلكم مع بعض في نفس الحاجة دي، تمام؟ فلو جيتي في وقت مثلا حسيتي بيأس او حسيتي ان انت عايزة تقعي او وقتك بيروح منك، هتلاقيهم هما جنبك، لا بيشدوكي بيرفعوكي، لا كملي، لا مع بعض هنقدر كده، فاهماني؟ فبنكمل مع بعض. الوقت اللي بناخده قد ايه بالظبط كمنسقة؟ يعني نادرا لما بدخل اسجل صراحة الفترة الأخيرة، لأني عمل الإدارة انا بيبقى عندي فريق التسجيل الأساسي وفريق التدريب، فأصبح إن بيبقى الشغل مقسم هنا ومقسم هنا، فإنك تدخلي تسجلي كمان هتبقى صعب عليا شوية يعني الفترة اللي فاتت. بس ف يعني مبيبقاش ليها وقت محدد، يعني صراحة ملهاش وقت محدد، وقت ما بحس يعني إن أنا انت فاضية عندك بقى فريق التسجيل مش مسافرة. دايما انت اللي بتسجلي. لا احنا عندنا فريق وصل العدد بتاعه دلوقتي حاجة و40 متطوع، فريق التسجيل، وفي فريق تدريب بندرب المتطوع وبعد كده بنضمه للفريق الأساسي بحيث إن هو يقدر يدرب يسجل بعد معانا، كده. هيسجل هو كمان بعد كده وفي وقت معين هيدخل يدرب بدلنا، يعني فاهماني؟ طيب بعد مرحلة التسجيل المحاضرات دي بتتم إذاعتها مرة تانية بنظام تاني وبجدول تاني، يعني لو أنا دخلت على الموقع هشوف إنه النهاردة المحاضرة كذا مدتها ساعتين هتتعاد مثلا بالليل، أو هتتعاد بكرة، أو هتتعاد وهكذا، وبتبقى موجودة متسيبة ممكن أدخلها بعد شهر، بعد 2، بعد 3. واحنا ما عندناش اعاده لان احنا مش لايف، آه تمام؟ بس احنا عندنا قناه اليوتيوب مم. يقدر يدخل عليها في اي وقت ويجيب يشوف أي محاضرة هو عايزها. الفيديو اللي هو عايزه، يقدر يعني مجرد ما يعمل سيرش على الدارين هيدخل هيلاقي كل الكورسات بتاعتنا، يقدر يفتح اي حاجه، يعني كورسات من سنتين موجودة موجودين كلهم، طبعا في فهيلاقي فريق اللي كده هو اللي بيتابع الموقع، وهو اللي بينسق، وهو اللي بيشوف، وهو اللي بيرتب. ده فريق تاني. كم فريق في ملتقى التعليم؟ احنا عندنا فريق تصميم وفريق تسويق وفريق دعم وفريق تسجيل وفريق البحث والتطوير وفريق المنتدى، في معاهد، معهد تنمية ومعهد تشييد ومشروعات ومعهد النبوغ المبكر ومعهد التربية الخاصة، وفي معهد عايزين نفتحه لسه، معهد الزراعة، وفي معهد اللغات والترجمة وتكنولوجيا المعلومات، في معاهد كل كتير. دول بدأوا متطوعين برضه. بدأنا متطوعين وبعد كده قسمناها عشان الموضوع يبقى منظم أكتر، قسمناها كشغل بحيث إن كل واحد نبقى عارفين وقت ما نعوز نعمل حاجة عارفين هنرجع لمين فيها. يعني طب الكلام ده بياخد منك وقت قد ايه؟ يعني هل انت يعني بتاخرجي ايه؟ او طالبه لسه؟ أنا في رابعة تجارة عين شمس. رابعه تجاره عين شمس، طالبه. طب الكلام ده بقى المذاكره اخبارها ايه؟ انت بوظتي الدنيا كده بتهيألي ولا ايه؟ لا ماما اكيد بتقول لك كده. ماما اكيد بتقولي كده، انا موافقه عليها بتقول على فكره يعني. وهم كمان عبارين ما شاء الله مش سايبيني، وقت ما بيشوفوني قومي ذاكري قومي ذاكري، فهم مش ساكتين بقى. طيب عايزه يعني السؤال التقليدي، انت بتوفقي ازاي ما بين يعني تطوعك ووجودك كمنسقه في ملتقى الدارين وبين دراستك؟ بصي كليه هو صراحة التجاره برضو مش كليه سهله يعني. وعين شمس مش سهلة، كمان بس هي الدارين بقت حاجة زي ما تقولي إدمان عندنا كلنا، تمام؟ هتصحي من النوم هتلاقي نفسك عليها لحد ما تجهزي وتروحي جامعة تاني، هترجعي من الجامعة هتلاقي نفسك قاعدة يعني ده عليها في وقت برضه. الفراغ، انت مش معتبره التزام عليكي بتشتغلي بيه كل يوم. بصي هو اعتبر ده تطوع، في هو وقت الفراغ. المفترض ان انت ما يبقاش ملتزم، يعني ما تبقيش ملتزمه بيه بحد كبير قوي، فاهماني؟ بس ايوه بس هو افرضي الدور بتاعك النهارده انت ما قمتيش بيه، في اللي يقوم بيه؟ في، ما انا قلت لك في يعني طارق رحمه، بتنسقي وبتبلغي. في نائب، وفي يعني في معانا فريق للاداره، في كل معهد في فريق للاداره غير فريق الاداره بتاع الاكاديميه ككل، فلو حد غايب في اي وقت في حد هيبقى بيحل مكانه. طيب بالنسبة لك طالبة ولا خلصتي؟ لا خلاص، خلصتي ايه؟ آداب قسم لغات شرقية شعب كابري. ياه، يعني قسم مش سهل. لا طيب انا هعتبر ده قضاء وقت فراغ على ما تلاقي وظيفة او تلاقي شغل. لا، هو انا ما بدورش على شغل، انا طيب يعني انا مبسوطة بقصة التطوع ده وشايفة ان هو يستاهل اكتر من اي مقابل مادي تاني. طب انا مبسوطه معاكي، بس هل في عائد مادي من التطوع ده؟ اطلاقا
طيب ما انا عارفه، انا بسالك السؤال ده مش براجع معاكي، انا عارفه القصه يعني. وبعدين التطوع اصلا تطوع بلا مقابل، يعني هو الاجابه واضحه بس انا باكدها عليكي. طيب انت مبسوطه بكده؟ هل مش هتفكري في يوم من الايام انك تشتغلي بشهادتك؟ لا مش عايزه تشتغلي؟ لا، انا بقول لحضرتك مبسوطه في التطوع اكتر من ان انا لو هشتغل شغل بالمقابل المادي، لان بالمقابل المادي في حاجات كتير بتقع من فريق العمل نفسه، اما بالتطوع فريق العمل بيبقى احسن كتير، بيبقى فيه تعاون اكتر، بيبقى فيه طموح اكتر، مش طموح ان انا اجي سوري يعني اخر شهر اقبض وخلاص اوكي. ده انا ده في وجهة نظري العمل بفلوس هو ده، اما التطوع لا، في حلم، في حاجة انا عايزة اوصل لها او عايز اوصل حاجة للناس يعني. هي رسالة جميلة ورسالة هادفة، ولكن قد يختلف معاكي يعني البعض، انه الانسان انا متخيلة انه ممكن فعلا يتطوع، وده هدف نبيل جدا ان انت تتطوعي، وده شعور طيب، لكن اكيد الانسان عنده طموحات اخرى لها علاقة بالمادة او بالوظيفة. يعني ممكن يبقى عندك طموحات مثلا ان انت تشتغلي وتحققي مركز في مجالك اللي انت درستيه، بس يا ما انت مش دارسة يعني لغات شرقية وعبري، انت مش دارسة حاجة سهلة وتركي وفارسي كمان، بس يعني. تخصصي عبري يعني. يعني ما انا بقول لك يعني الفارسي، انا اللي انا اعرفه ان الفارسي سهل شويه قريب من العربي، انما العبري افتكر مختلف لا عننا لا، قريب سهل برضه. برضه. طيب يعني انا بقول لا، اكيد عندك طموح بعيدا عن الماده انك تعملي وتحصلي على مركز في تخصصي، مش كل الناس بتدخل فيه، انا اظن في ناس بتهرب من القسم ده في كليه الاداب يعني. بس اعتقد ان يمكن انا بقول الكلام ده عشان ما جاتليش الفرصة، يعني يمكن لو يعني ما جاتلي جاتليش، الفرصة. انا عايزه اقول كده، او لانك لسه مثلا غير مسؤوله عن اسره، او يعني ظروف الحياه مختلفه، قد يكون ده السبب، لكن في النهايه هدفك نبيل. انا هاخد راي زميلتك، حاسه انك معترض على اللي هي بس بتقول. لا، اللي انا اقصده، لا اوكي، هي قريش تمام، بس ده ما يمنعش ان احنا معانا ناس شغالين وفي نفس الوقت بيعملوا دراسات غربية وفي نفس هو الوقت ده اللي انا كنت متطوعين. بقوله، انك ممكن، انا تخيلت انها هتقولي ان انا عايزه اشتغل في وظيفه ما، وده يبقى يعني اوفر الوظيفه، فهي بتقولي لا انا مبسوطه بالعمل ده هي لوحده. ظروف حياتها كده بالنسبة لها كويسة، بس ده ما يمنعش ان احنا معانا ناس شغالة زي ما بقول لك، وفي لا، ناس ومعانا بيعملوا الناس دراسات انت غربية. بتدرسي وفي الموضوع ده. تمام، يعني في ناس ماشية في كذا طريق مع بعض، بس هي قريش شايفة ان هي مرتاحة كده يعني. ايوه، في فعلا ناس بتحضر ماجستير معانا ودكتوراه ناس بتعمل وحاجات كده ماجستير. يعني معانا ومتطوعين يعني بقالهم. هي انا بقول هي وجهات نظر، وكلها وجهات نظر حلوة قوي، لانه العمل التطوعي في النهايه وفي الوقت، انا باكد في الوقت اللي احنا فيه وفي الظروف اللي احنا بنمر بيها في البلد، العمل التطوعي حاجه حلوه قوي. لما لسه الشباب والشابات والبنات والولاد بيفكروا بالشكل ده، الدنيا لسه بخير الحمد لله، الحمد مصر لسه لله. بخير والدنيا لسه بخير. طيب عايزه اقول التواصل لاي حد غريب، اي حد من اللي بيتابعنا دلوقتي وعايز ان هو يتواصل، ممكن تقولوا له عنوان الصفحه او الايميل اللي يدخل عليه؟ عايزين نقوله، عايزين نكرره اكتر من مره. هو احنا اديناهم لينكات، وبرضه لينك على الشاشة، وفي هو في كذا لينك في موقع فيسبوك www.facebook.com لا انا عايزاك سكريبت تقوليه دارين. بالراحه خالص وتعديه مره واثنين وثلاثه، طب احنا وعايزين نشوف، ممكن نعملها عملي؟ ممكن نعملها عملي، ولو مجهزه لنا حاجه نشوفها على اللابتوب. مجهزين كذا حاجة، احنا ممكن طيب نعملها ممتاز. عملي. نفتح الفيسبوك عادي جدا. تمام، في السيرش فوق هنروح كاتبين ملتقى الضريب. هتظهر معانا. تمام، مجرد ما فتحناها دي بقت الصفحة ملتقى الدارين عادي بالعربي. ملتقى الضريب بالعربي. تمام، دي صفحة الأكاديمية على الفيسبوك. لو نزلنا كده تحت شوية هنلاقي بيقولك اضغط على الرابط، تمام، لتحميل، عشان تحملي الروابط بتاعت محاضرات النهاردة. تمام، لو ضغطنا عليها هنلاقي فتح لي صفحة على الموقع بتاع الملتقى. تمام، وده محاضرات اليوم بحسب ما انا شايفه بالظبط، كده. محاضرات اليوم النهاردة الأحد، في 6 محاضرات، في أوراكل وفي ساب وفي تدريب المدربين، برمجة قواعد البيانات، في تعليم القاعدة النورانية، وفي فوتوشوب.
تمام. مثلا لو شفنا الاوراكل هنلاقي ان هو بيقول لنا المحاضره النهارده رقم 3، اسم المحاضره اوراكل، المهندس محمود، الساعه 2، رابط المحاضره. مجرد ما بضغط عليه بيدخلني على الغرفه، يعني الغرفه اللي انا هحضر فيها المحاضره. ممكن يشغل المحاضره تكون شغاله اونلاين لو حابه. الكلام اللي بتعمليه ده متاح لأي فرد من اللي بيتابعك؟ اي حد. انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته فتحت الفيسبوك وكتبت كلمه ملتقى الدارين، فهو فتح معايا الصفحه. من خلال الصفحه جبت الروابط ودخلت. بس يعني متاح لأي حد إن هو يتواصل؟ اي حد طالما عندك وصله نت خلاص تقدر تدخل. هنا مجرد ما دوست على رابط المحاضره بيقول لي ادخل الاسم بتاعك، تمام. فهدخل مثلا دعاء، تمام، وهدوس انتر. ادخل الاسم بتاعك، يعني لازم اكون انت انا اصلا مشتركة من لا مش شرط تكون مشتركة، هي الغرفة عشان حاجة احنا يعني ممكن انا من اول مرة ادخل واكتب الاسم هيدخلني. اكتب الاسم خلاص. بس احنا بنقول للناس اللي هيدخل بعد كده يحاول يخلي الاسم بتاعه ثابت ثابت. ليه؟ عشان عندنا نظام الشهادات، اللي هو انت مثلا حضرت في الكورس ده عديت مثلا 80%، فاصبح ان انت من حقك بعد كده لو الكورس ده هيتقدم فيه شهادة، اصبح ان انت من حقك تاخد الشهادة بتاعتك، تمام. فهنعرف منين انت حضرت او ما حضرتش من خلال الاسم بتاعك جوه الغرفة. تكرار الاسم جوه الغرفة. بالظبط كده. ما موقع الغرف بيدينا تقرير بالاسماء اللي حضرت، تمام. فده اللي احنا بنعمله. هنا هو بيقول لي ان فاضل 18 دقيقة و39 ثانية على بدء المحاضرة، تمام. فمجرد ما المحاضرة ما تبدأ هلاقي كل حاجة موجودة قدامي جدا، يعني كل حاجة تبقى موجودة قدامي. انا هبقى قاعدة مستمعة، المحاضر هيبقى بيتكلم، هيبقى في عندي تحت هنا على اليمين مربع بتاع الشات. لو مثلا حبيت اسال المحاضر اي سؤال هكتب السؤال وابعته له، او في علامه من فوق زي رفع الايد فهرفع له ايدي، حب ان هو يديني المايك ويشوف انا محتاج ايه. اوكي، يعني في كذا وسيله يعني اتصال. في وسيلة تواصل، اكيد يعني في إشارات كتير وفي علامات كتير، لو عايزة أتكلم في ساعتها، لو عايزة أتكلم بالظبط بعدها، لو عايز يرد على سؤالي بعدها هيرد، كل ده. بالظبط. والمحاضر نفسه خلال المحاضره بيدي وقت للناس، للطلاب اللي حاضرين، لوقت الاسئله. بالظبط، بيسأل ومين هيدخل مايك، مين اللي حابب يكتب، وهكذا يعني. طيب لو حد عايز يدخل الأول ياخد فكرة عن يعني الموضوعات بتاعة المحاضرات عشان يختار، يعني احنا دخلنا على محاضرات النهاردة، افرضي ان انا عندي موضوع تاني غير المحاضرات اللي متسيبة النهاردة او اللي مكتوبة النهاردة، فلو انا عايز اخد فكرة عن الملتقى كاملا وأنشطة الملتقى كاملا، يعني انت قلتي في اكتر من إدارة واكتر من مجموعة. تمام. هو لو عايز ياخد فكرة عامة هيلاقي عنده في صفحة الفيسبوك، تمام. مجرد ما الصفحة الأصلية اللي دخلنا عليها في الأول. بالظبط، هيلاقي عنده كلمة جدول مواعيد المحاضرات، تمام. مجرد ما يضغط عليها هتديله جدول مواعيد لفترة كبيرة قوي قدام ولفترة كبيرة ورا، يعني فاهماني؟ هتديله فكرة عن اللي فات وعن اللي جاي. بالظبط، هيعرف ايه الكورسات، ايه المحاضرات اللي اتاخدت قبل كده، وفي نفس الوقت هيعرف ايه المحاضرات اللي عنده بكرة ايه وعنده بعده ايه كجدول ثابت. ولو حاجة جدد في اي وقت واتفقنا على كورس جديد بيروح الجدول متعدل وبتبقى نازلة فيه. طيب يعني كده انت بنقول ان في تواصل ما بين المدرس وما بين التلميذ او الطالب المتلقي. طيب ايه موضوع الشهادات؟ انت بتقولي اللي حضر بنسبه معينه من حقه ان هو يحصل على شهاده، تمام. الشهادات دي معتمده، ولو معتمده منين؟ هي معتمدة من الدارين بس، من ملتقى الدارين. من ملتقى الدارين بس. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان الناس تقدم معانا دعم، توفر لنا محاضرين، مثلا كورس سي ام اي او كورس بي اتش 3، او في معهد اللي احنا عاملينه معهد جديد بتاع الزراعه، حابين لو في استشاري زراعه يقدر يقول لنا ازاي الشاب يقدر يروح ياخد ارض، ازاي يستصلحها، ازاي الاجراءات دي كلها ازاي يعملها، تمام. فهو رقم واحد، اسفه، فهو رقم واحد. هي يعني انا نسيتي، مش مشكلة. اسفه. لا لا خالص، أنا عايزة أقول يعني كيف تكون الشهادات معتمدة؟ إحنا قلنا إن الشهادات من ملتقى الدارين بس، هل في محاولة منكم لأن الشهادات تبقى يعني معتمدة من حتة تانية؟ تمام. هي الشهادات احنا زي ما قلت لك ان احنا بنحاول ناخدها، بنحاول نوفر شهادات في المجالات اللي فاتت دي كلها، وعلى مدار الكورسات فاتت كتير بنحاول ان احنا نعملها. وكورس الفوتوشوب الحالي اللي شغال برضه ان شاء الله هيكون ليه، بنحاول ناخد دعم من الجامعات او الكليات بحيث ان هم
يبقوا معانا، تنزل اسمهم معانا او يوفروا لنا يعني حقهم يعني مكان. يبقى شهادتي دي مثلا معتمدة من جامعة اسكندرية او من جامعة اه القاهرة بالظبط كده، او من اي هيئة بحيث ان انا اقدر استعملها يعني. بالظبط. فمحتاجين الناس ان هي تقدم لنا مدربين للكورسات اللي قلتها، او ان هم يقدموا لنا اسمائهم تنزل معانا على الشهادات، او يوفروا لنا الكورسات اللي بتنزل بمبالغ عالية يوفروها عندنا احنا اونلاين، وتبقى مجانية، او على الاقل دعم يعني تكون مدعمة للطلاب المتميزين بتوعنا اللي هم حضروا واثبتوا جدارتهم في الكورس دوت. يعني احنا نزالة الشهادات، لان دي كانت مشكلة من البداية، احنا نزالة الشهادات معتمدة من ملتقى الدارين فقط، من بالظبط. اكاديمية ملتقى الدارين، مظبوط؟ طيب نقول ايه موضوع لست وحدك؟ اتفضل يا استاذ. براحتكم، اتفضل. يعني اللي عندها الفكرة انها تشرحه اتفضل. اتفضل. هي لست وحدك، احنا بنقول ان احنا مش مكان تطوعي بس، يعني احنا مش مجال بيقدم كورسات بس او بيقدم علم بس، احنا ما بيننا وما بين بعض في علاقات اجتماعية. يعني انا اعرف اريج من خلال ان علاقتنا نزلت بعد كده على التليفون، فاصبحنا مع بعض يعتبر على طول. باقي البنات نفس النظام، باقي الشباب نفس النظام، معمول لنا جروب على الفيسبوك، جروب نادي بنات الدارين. اي حاجة بتحصل، يعني مثلا قابلت مثلا موقف مضحك او موقف محزن، فتلاقيني داخلة قايلة لهم، فتلاقي كل مشترك في نفس الحاجة. يعني زي ما بيقولوا، هتلاقي يعني في مجتمع جوه مع بعضه. يعني يعني عاملين مجتمع لست وحدك ده ليكوا كجروب في ملتقى الدارين، يعني في دعم حتى معنوي بيننا وبين بعض خارج خارج مجال المتطوع. الشغل. ايوه خارج الشغل. يعني ممكن اي حد بيمر باي حاجه، ظروف صحيه او حاله وفاه، بيلاقي الناس كلها جنبه. مش جنبه بيشوفوه، او ممكن يشوفوه يعني. طب انا عايزه اقول لك، لا مش معقول يعني الواحد بيمر بظرف وحش يلاقي الناس جنبه من خلال ما احنا الكمبيوتر. مثلا مش كلنا من القاهره، او مش كلنا من اسكندريه، فده بيخلي برضه الموضوع صعب شويه، وخصوصا بالنسبه للبنات يعني. فبنبقى بنحاول مثلا ان احنا نتواصل قوي مع الشخصية اللي بتمر ده بالتليفون، عن طريق الفيسبوك، يعني على قد ما نقدر نحاول نقف جنبها. يعني في نوع من التواد والتراحم والتواصل ما بينكم وبين بعض. تمام. هل مثلا من ضمن التواد والتراحم والتواصل ده انه ممكن يخرج من نطاقه للتعامل مع الناس؟ هل ده من ضمن المجموعات اللي ممكن تفكروا تعملوها؟ بمعنى بمعنى ان التواد والتراحم اللي ما بينكم ده يبقى يعني جزء من عملكم، يعني تعملوا مثلا زي ما بتقولوا احنا عندنا مجموعة لكذا ومجموعة لكذا ومجموعة لكذا، يبقى عندكم مجموعة لست وحدك للناس اللي محتاج حاجة ان هو يكلمكم ويدخل معاكم ويحكي لكم مشكلته، عملناها قبل كده، فتواسوه، عملنا تقفوا كورس جنبه او كان، تشاركوه فرحه او تساعدوه. عملنا دورة أو كورس، يعني كانت قعدات فضفضة. تمام. فكان بالظبط، فضفضة دي جملة كان مناسبة يعني. أستاذة أعتقد كانت نجلاء محفوظ أعتقد، كانوا الشباب أو الطلاب يدخلوا يفضفضوا معاها في اللي هما محتاجينه أو اللي هما شايفينه. بس احنا فيما بيننا بنتابع الصفحات او المواقع التابعة لينا، اكيد لو لقينا حاجة زي كده اكيد هنبقى مع الناس، يعني مش هنسيبهم لوحدهم. بتمنى لكم التوفيق طبعا في ملتقى الدارين، وبسعد لما الاقي كتير من الشباب بالذات لو كانوا لسه بيدرسوا او لسه في مقتبل العمر ومقبلين على حاجه زي دي. خلينا نقول اخر حاجه ممكن نتناقش فيها النهارده، ايه اللي ناقصكم؟ يعني عايزه راي كل واحد، يعني كمتطوعه شايفه ايه اللي ناقص الموضوع ده؟ دعم خارجي، مش لازم يكون، مش دعم مادي، مش لازم يكون مادي. دعم خارجي، يعني تدعيم الشهادات مثلا. ده لسه كنت هقول لك، يعني قولي لي حاجات عينيه مثلا زي دعم الشهادات مثلا. في محاضرات او في كورسات مهمه جدا مش بنقدر نتواصل مع المحاضرين ليها، اللي مثلا يعرف محاضر او يعرف مدرس او كده يوصلنا بيه يعني، او لو هو مثلا سمعنا يحاول يتواصل معانا، وحاجه يعني هتفيده، ورب همه رب همه احيت امه، رب همه احيت امه. تمام. طيب بالنسبه لك يا دعاء، شايفه ايه اللي ناقص الموضوع ده عشان يكتمل غير اللي قالته قريش؟ احنا ناقصنا غير الدعم المجتمع كشركات وافراد ان هم يطوعوا معانا، ان هم يدوا
دورهم يعني انتوا كمدرب. ناقصكم متطوعين كمان. احنا محتاجين اكيد متطوعين، محتاجين الناس تفهم يعني ايه تطوع وايه اللي هياخده من التطوع وازاي يدخل معانا. محتاجين نقول له ان انت تعالى وما تقلقش، يعني انت جرب، لقيت نفسك مش مرتاح اخرج. بس عامه الحمد لله ما فيش حد دخل انا عندنا حاسه ان مفيش حد بيدخل عندكم مفيش حد وبيخرج. دخل وخرج. طب انا عايزه اتكلم عن الدعم المادي، هل انتوا في اكيد في مصروفات معينه بتصرف على الموضوع؟ يعني هي صحيح الحكايه كلها من خلال النت، لكن يعني حتى الشهادات دي حتى بتكلف الورق. يعني انا يعني عايزه اقول هل مفيش مصروفات خالص؟ بصي، هو في حتة الشهادات اللي اتعملت لحد دلوقتي هي بتتبعت لصاحب الشهادة على الميل بتاعه، تمام؟ يعني لسه ناويين ان شاء الله هننزل نعمل زي ندوة او حفلة على ارض الواقع ونسلم اصحاب الشهادات دولت الشهادات في ايديهم، بالظبط. لسه قريب ان شاء الله. يعني حتة عايزه اقول هل مفيش مصروفات او ليس هناك احتياج لاي نوع من انواع؟ مؤسس الأكاديمية أستاذ إبراهيم نصر هو اللي متحمل كل ايه ده حاجة بقى؟ وبيبقى هو رافض قال ان لنا اي كده حد قبل كده. بيبقى رافض ان اي حد يدخل في اي حاجة من جيبه، يعني هو دايما ما شاء الله يعني. ربنا يديله وربنا يزيده، لان ده زي ما بنقول هو ده العلم اللي هينتفع بعد عمر طويل ليه، ده العلم اللي هينتفع منه بعد عمر طويل ليه ان شاء الله، إن شاء الله. لانه كده يعني هو بينشر العلم وبيصرف على نشر هذه العلوم. او كمان رافض، انت بتقولي كمان رافض اي رفض. مساعده، ربنا يوفقه ويوفقكم. كان معانا النهارده من اكاديميه ملتقى الدارين دعاء حسنين، منسق التسجيل والاخراج في ملتقى الدارين، اريج مجدي متطوعه. سعدت جدا بوجودكم معايا النهارده، كل التوفيق ليكم ولكل من يعمل معكم في أكاديمية ملتقى الدارين. شكرا ليكم شكرا لك. وشكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا النهاردة من خلال الحلقة. أتمنى أنكم تكونوا استفدتم وتخرجوا من الحلقة فورا بعدها، تدخلوا على موقعهم على ملتقى الدارين، تنضموا ليهم، يا إما تستفيدوا يا إما تتطوعوا. شكرا لكل مشاهدينا وإلى اللقاء.